اللهم جعل الأرض عن جنبي، اللهم اصعد وساعد روحي إليك، اللهم لقيه من لدنك من والجبل حق والقبر حق والجنة حق والنار حق. تعتبر مقبرة وادي السلام من أشهر وأوسع مقبرة في العالم العربي والإسلامي. دفن في هذه المقبرة التي ابتدأ الدفن العفو فيها بعد إشهار قبر الإمام علي عليه السلام من قبل الإمام جعفر الصادق. المقبرة فيها مجموعة من أشهر العلماء والكتاب والأدباء في القطر العراقي ومن العالم العربي. هذه مقبرة قديمة من أكبر المقابر سبحانه وتعالى، وبها أنبياء هود وصالح. زين لنام التي يسلم على الإمام علي عليه السلام، تقول السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وجاريك وهودا وصالح. بها مقامات للأنبياء موجودة الآن هودا وصالح، وبها مقامات للعلماء من العالم الإسلامي.